أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: وأنا برأيي أنه كل الأفرقاء السياسيين يروقوا ونحكي بهدوء كل شيء من محل. الرئيس الحريري يتمنى أن تسود الأجواء الإيجابية بين الأفرقاء من أجل تسهيل ولادة الحكومة. كيف نستفز أهل الضحايا؟ كيف نستفز كل اللبنانيين؟ تصاعد موجة الشجب والاستنكار رفضاً لتسمية شارع في الغبيري باسم مصطفى بدر الدين. الخارجية الأمريكية: إيران الراعي الأكبر للإرهاب في العالم وتهديدها امتد من البحرين إلى اليمن ولبنان. أهلا بكم. أمل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأن تسود الأجواء الإيجابية لكي نصل إلى الحل في موضوع تشكيل الحكومة، وتمنى خلال افتتاحه معرض بيروت آرت فير بدورته التاسعة على كل الأفرقاء السياسيين أن يهدأوا ويتحدثوا بروية لتسهيل ولادة الحكومة. افتتح رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الدورة التاسعة لمعرض بيروت آرت فير بدعوة من مؤسسة ومديرة المعرض لوردوت فيل وحضور عدد من الوزراء والفعاليات الثقافية. الرئيس الحريري وبعد قص شريط الافتتاح جال في أرجاء المعرض واطلع على مختلف أقسامه وتفقد ورش عمل الفنانين وتحفهم ولوحاتهم، متمنيا أن تنعكس الأجواء الإيجابية على الفرقاء السياسيين لتسهيل ولادة الحكومة. احنا بدنا كل الاجواء الايجابيه لحتى نوصل للحل، وهذا بتمناه يعني انه يصير اليوم قبل بكره. وانا برايي انه كل الافرقاء السياسيين يروقوا ونحكي بهدوء كل شيء من محل. بدوره وزير الثقافه غطاس خوري اكد ان نجاح المعرض بدورته التاسعه خير دليل على اهتمام اللبناني بهذا النوع من النشاطات. هذا بياكد على انه بيروت بقى تبقى عاصمه للثقافه العربيه وللثقافه الدوليه وملتقى لكل الحضارات. المعرض الذي يتضمن برنامجا واسعا وغنيا يهدف إلى إنشاء جسور بين الاختصاصيين في مجال الفن يستمر 3 أيام، حيث ستنظم سلسلة جلسات تتمحور حول الفن الحديث والمعاصر في المنطقة. ومن بعلبك، رحب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل بخطاب التهدئة الذي بدأ بين القوى المختلفة، آملا بأن يتحول ذلك إلى حوار مباشر للخروج من أزماتنا وأولها أزمة تشكيل الحكومة. أقصى أمر هو أن نلتقي على تشكيل هذه الحكومة في ظل التطورات والملفات الكبرى التي تتصل بوضع المنطقة، في كل المنطقة. علينا أن لا نترك البلد، وعلينا أن لا نغامر بما يحاول البعض أن يطرحه بأولوية أو بإمكانية تشكيل حكومة أكثرية. نحن نعرف أن طبيعة نظامنا تحتمل وجود حكومة أكثرية، لكن المصلحة السياسية هل تسمح بهذا؟ التحديات الحاصلة على مستوى المنطقة، التطورات الخطيرة التي تتسارع والتي تتطلب مواكبة موحدة من أوسع شريحة من المواطنين اللبنانيين، من القوى اللبنانية، تؤشر أنه ليس مسموحا لأحد أن يغامر بالتفكير بهذا الخيار. من جهته، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن التعطيل والجمود يحكمان الموقف حاليا، معتبرا أن لا شيء سيظهر لا في القريب ولا في البعيد بشأن تشكيل الحكومة. وفي كلمة خلال مراسم إحياء الليلة العاشرة من محرم، طالب نصر الله الجميع بالحفاظ على جو الحوار، ومهما كانت الظروف فالحكومة ستتشكل ولا أحد يمكنه إلغاء أحد. في الوقت الذي يجري فيه الحوارات لتشكيل حكومة، مفترض نحافظ على جو الحوار ونحافظ على جو الهدوء الداخلي، ما هذا شرط للتفاهم. يعني من آخرها يا إخوان ويا أخوات وأيها الشعب اللبناني، مين ما شرق ومين ما غرب ومين ما علق ومين ما وطى، آخر شيء هي العالم بدها تشكل حكومة مع بعضها وتقعد مع بعضها على طاولة مجلس الوزراء وتتحمل مسؤوليات إدارة البلد مع بعضها، وما حدا قادر يلغي حدا وما حدا قادر يشطب حدا، يعني عم بيضيعوا وقت. طيب
طالما عرفانين انه ما نوصل لهي النتيجة حكما خل نستفيد من الوقت، ليش نضيع الوقت؟ في الحد الأدنى ما بدنا نستفيد من الوقت لا نوتر الأجواء في لبنان. ومن دار الفتوى حذر مجلس المفتين في لبنان من الانزلاق في أتون أمور تؤدي بالبلد إلى مزيد من الانقسام، معتبرا أن الاستمرار في وضع العراقيل بوجه الرئيس المكلف هو مؤشر خطير على استقرار البلد. دعا مجلس المفتين في لبنان إلى نبذ كل أنواع الفتن الطائفية والمذهبية مشددا على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والعيش المشترك. وخلال اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حذر المجلس من الاستمرار في وضع العراقيل لعدم تشكيل الحكومة. دعا مجلس المفتين العلماء من أئمة وخطباء إلى تعزيز توعية الناس، مشددا ومؤكدا على أهمية دور الدولة ومؤسساتها لتحقيق الحرية دون أي استفزاز بين شرائح المجتمع اللبناني الذي يقوم على المحبة والوئام والتعاون والتواصل بين مختلف مكوناته، وينبغي أن لا ينزلق أحد في أتون أمور تودي بالبلد إلى مزيد من الانقسام الذي يعود بالضرر على الجميع. واعتبر المجلس أن الاستمرار في وضع العراقيل والشروط ثم الشروط المضادة والعقد بوجه الرئيس المكلف مؤشر خطير على سلامة واستقرار هذا البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأبدى مجلس المفتين رفضه الشديد التطاول على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت من قبل أشخاص مهووسين مطالبا رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أخذ الإجراءات القانونية التي من شأنها وضع حد للمتجاوزين وردعهم. وفي دار الفتوى التقى المفتي دريان السفير المصري نزيه النجاري الذي أشاد بالعيش المشترك في لبنان ودوره في حمل رسالة المحبة واحترام الآخر وتعاونه مع المجتمعات العربية. من جهته ثمن المفتي حرص مصر على سلامة لبنان واستقراره. وبحث المفتي دريان مع النائب السابق زياد القادر الأوضاع العامة في البلاد، كما التقى وفدا من جمعية تجار لبنان الشمالي وبحث معه في الشؤون المعيشية والاقتصادية وأوضاع مدينة طرابلس. تصاعدت موجة الشجب والاستنكار رفضا للخطوة الاستفزازية التي تمثلت بتسمية شارع في الغبيري باسم المتهم بالتخطيط لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مصطفى بدر الدين. الخطوة الاستفزازية بإطلاق اسم مصطفى بدر الدين وهو المتهم بحسب المحكمة الخاصة بلبنان باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري على شارع في ضاحية بيروت الجنوبية لا تزال موضع استنكار. فوزير العمل محمد كبار اعتبر أن هناك من يتعمد تعميق الجروح وزيادة الطعنات في أجساد الذين عضوا على جروحهم من أجل حماية لبنان ومنع الفتنة. وسأل كبار هل يعلم الذين ينفخون في جمر الفتنة أنها سترتد عليهم وأنهم يسقطون في الحفرة التي يحفرونها بأيديهم. وفي تغريدة على تويتر قال النائب ميشيل معوض إن إطلاق اسم مصطفى بدر الدين على أحد الشوارع في الغبيري يشكل استفزازا غير مبرر لشريحة كبيرة من اللبنانيين كما لجمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإساءة لجوهر العيش المشترك. كنا نرغب أن يلجأ إليه البعض وهذه الخطوة لن تغير بأي حال حكم المحكمة الدولية الذي ننتظره قريبا. أما النائب السابق خالد الظاهر فقال في مؤتمر صحفي إن البلد لا يحتمل المزيد من الفتنة وتسمية شارع باسم بدر الدين أمر خطير جدا. كيف نستفز أهل الضحايا؟ كيف نستفز كل اللبنانيين؟ كيف لا نعمل لمصلحة لبنان؟ كيف نصر على التحدي في مسألة خطيرة؟ هذا أمر لا يجوز على الإطلاق. يعني أليس هنالك مسؤولون يحسون بالمسؤولية تجاه شعبهم تجاه بلدهم؟ نحن نطالب هؤلاء بالتواضع وبالتحمل المسؤولية
وبالعمل على تخفيف الاحتقان. رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد يموت اعتبر في بيان أن الأمر ينم عن استفزاز غير مبرر في الوقت الذي يعمل فيه ابن الرئيس الشهيد دولة الرئيس سعد الحريري على الفصل بين ما سينتج من قرارات عن المحكمة الدولية وبين المصلحة الوطنية العليا التي تقتضي تبريد الأجواء الداخلية والتأكيد على العيش المشترك. أما إساءة المنشد علي بركات للرئيس الشهيد رفيق الحريري بتغريدة على تويتر، فرد عليها محمو تيار المستقبل بتقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية طالبين الادعاء بالجرائم التي تمس الدين وإثارة الفتن والنعرات المذهبية بموجب المواد 317 و474 من قانون العقوبات. أكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي أن إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب، وتهديدها أصبح عالميا وامتد من البحرين إلى اليمن ولبنان، متهمة طهران بالاستمرار في مساعدة حزب الله بتصنيع الصواريخ. بدورها حذرت الخارجية البريطانية جميع رعاياها بمن فيهم حاملو الجنسية الإيرانية من السفر إلى إيران. أكد تقرير للخارجية الأمريكية أن إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب وتهديدها أصبح عالميا، متهما طهران بمساعدة حزب الله على تصنيع الصواريخ، ومؤكدا أن الصاروخ الذي أطلق على مطار الرياض من اليمن إيراني الصنع. وشدد التقرير على أن تهديد إيران امتد من البحرين إلى اليمن ولبنان، وأن طهران ذلت الدولة الراعية للإرهاب الرئيس العام الماضي ودعمت هجمات على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أشارت الخارجية إلى أن القاعدة وداعش كما إيران تهدد الولايات المتحدة، موضحة أن واشنطن وشركاء قطعوا خطوات كبيرة في هزيمة ودحر الجماعات المتطرفة الدولية في عام 2017، لكن تنظيمي داعش والقاعدة وأتباعهما تمكنوا من التكيف مع الأمر بالتفرق، الأمر الذي جعل التحرك العسكري ضدهم أكثر صعوبة. كما ذكر التقرير أن الهجمات الإرهابية تراجعت على المستوى الدولي بواقع 23% في العام نفسه، بينما تراجعت الوفيات 27% خلال عام 2016. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يبحث بعقد قمة إسلامية مسيحية في بيروت. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. في عين التين دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس إلى جلسة عامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لإنجاز أكبر قدر من المشاريع والاتفاقات التي تحتاج لتصديق المجلس النيابي. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة يومي الاثنين والثلاثاء في 24 و25 من أيلول الجاري لدرس وأقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وفي هذا الإطار ترأس الرئيس بري اجتماع هيئة مكتب المجلس لبحث القوانين التي يجب أن يتضمنها الجدول، ومن ضمنها اقتراحات القوانين المتعلقة بمؤتمر سادر. كل المشاريع التي صدقت بالأمس في اللجان المشتركة والمتعلقة بالنفايات والإلكترونيات ومسألة الفساد ومسألة الوساطة القضائية وإلى ما هنالك من مشاريع قوانين صدقت في قررت في اللجان المشتركة، إلى جانب بعض الاتفاقات المصدقة في كل اللجان ومختلف اللجان، إلى جانب بعض الأمور التي هي أيضا في غاية الأهمية. الفرزلي الذي نفى أن تكون الجلسة التشريعية دليلا على تأخر تشكيل الحكومة سئل في المقابل عن موعد التشكيل. يعني بيّن حرف الخير إن شاء الله خير. وعلى وقع التهدئة بين التيار الوطني الحر والاشتراكي تحدث النائب ألان عون عن فصل المشكلة عن القاعدة الشعبية. نحن بالآخر على مستوى المسؤول كنواب كوزراء كقيادات بعتقد أنه منعرف شو حدود الإشكال السياسي، مش لأنه وقت عم بفلت الشارع من إيدنا لا، هذا الشيء خطير. من هيك لما نصرف المسؤولية ونوقف سجالات حتى نساهم باحتواء التوتر. هذا وقد غاب الوزير مروان حميد عن اجتماع هيئة مكتب المجلس بداعي السفر. في السراي الحكومي اجتماع تنسيقي بحث في تحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية في مطار رفيق الحريري الدولي.
بناء لتعليمات الرئيس المكلف سعد الحريري وبالتنسيق مع وزيري الداخلية والبلديات والنقل في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، عقد اجتماع تقني وفني في السراي الحكومي حول مطار رفيق الحريري الدولي للبحث في المشاريع قيد التنفيذ وقيد التحضير المتعلقة بتحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية في المطار. هذا الاجتماع أراده الرئيس سعد الحريري لإيصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الحكومة مستمرة في تطوير وتحسين مطار رفيق الحريري الدولي، وأن هذا الملف أبعد من السجلات الداخلية وهو يتعلق بمرفق عام يحتاجه جميع اللبنانيين. كما أريد من هذا الاجتماع عرض البرنامج المتكامل لتطوير مطار رفيق الحرير الدولي، خصوصا وأن المطار لم يعد مطارا صغيرا بل بات يمر به حوالي 8 مليون راكب سنويا، الأمر الذي يعني أنه يجب الانتقال إلى مرحلة جديدة من التجهيزات الإدارية والأمنية. وأمام الحضور من القطاعات المعنية وموظفون في السفارات الأوروبية وممثلون عن بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان وسكرتير الثاني في السفارة الأسترالية والهولندية، إضافة إلى ملحق الأمن الداخلي في السفارة الفرنسية والمدير المنسق للهجرة في السفارة البريطانية ومدير برنامج الأمن والاستعداد لحالات الطوارئ من السفارة الكندية. عرضت الخطوات المستقبلية التي تبنتها الحكومة بعدما وافق مجلس الوزراء على خطة المطار الرئيس الجديدة، من تعزيز سلامة وأمن المطار إلى خدمات التشغيل والصيانة ومعاملات المسافرين والشحن، على أن تصل قدرة المطار الاستيعابية لغاية 20 مليون راكب سنويا بحلول العام 2032. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يجول على المسؤولين اللبنانيين ويعلن من بيت الوسط البحث بعقد قمة عالمية إسلامية مسيحية في بيروت. استقبل رئيس الجمهورية ميشيل عون الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وزير العدل السعودي السابق محمد عبد الكريم العيسى وعرض معه لموضوع الحوار الإسلامي المسيحي. العيسى زار أيضا مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وجرى عرض للتطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بالإضافة إلى الحوار الإسلامي المسيحي. ومن عين التينة إلى بيت الوسط، حيث استقبل الرئيس الحريري الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في حضور الأستاذ محمد السما وبحث معه في مجالات التعاون والتنسيق المشترك. وخلال اللقاء قدم العيسى للرئيس الحريري هدية تذكارية عبارة عن قطعة من كسوة الكعبة ومصحف. واستكملت مواضيع البحث على مائدة عشاء أقامها الرئيس الحريري على شرف ضيفه. وأيضا تطرقنا إلى الجانب المهم في الحوار العالمي في الجانب الروحي والجانب الثقافي والجانب الحضاري. أيضا بحثنا موضوع أن يقام أو أن تقام قمة عالمية مسيحية إسلامية تحتضنها بيروت، تتعلق بالأهداف والقيم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين بجميع الأطياف والطوائف. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي زار أيضا متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في مقر المطرانية في الأشرفية، وجرى بحث في الجهود المبذولة للتقارب بين الأديان لا سيما الإسلام والمسيحية. نحن في رابطة العالم الإسلامي بهيئاتها ومجامعها العالمية نقدر هذا الأفق الوطني ونقدر هذا الأفق الإنساني والذي يمثل عطاء كبيرا، وسعدنا جدا أن سيادة المطران يحمل المزيد من المبادرات وفق ما تطلعنا إليه من طموح قبل أن نجي، وأكثر من ذلك بكثير. العيسى أكد أهمية الحوار بين الأديان مشددا على ضرورة العمل على المبادرات والأهداف المشتركة. الرئيس سعد الحريري استقبل في بيت الوسط سفير المغرب في لبنان محمد كريم وعرض معه العلاقات الثنائية، كما استقبل الأمين العام المساعد لجماعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح ونجليه سامي ورياض، والذين شكروه على قراره بإصدار طابع بريدي تذكاري باسم الرئيس الراحل سامي الصلح. ولاحقا استقبل الرئيس الحريري رئيس حزب النهضة البلغاري الوزير السابق رومان بيتكوف، يرافقه رئيس مجلس الأعمال اللبناني البلغاري أحمد علم الدين. وقد أعلن بيتكوف أنه وجه دعوة إلى الحريري لزيارة بلغاريا أثناء انعقاد مجلس الأعمال اللبناني البلغاري من أجل تمتين العلاقات أكثر، ولا سيما في مجالات الطاقة والزراعة والسياحة. دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم 500 شجرة نخيل إلى لبنان، وإشارة بالعلاقات التاريخية بين البلدين.
ضمن مبادرات عام زايد 2018 وإحياء لذكرى مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قدم سفير الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي 20 شتلة نخيل إلى بلدية صيدا. الشامسي غرس إحدى الشتول في حديقة القصر البلدي بمشاركة رئيس البلدية محمد السعودي. مدينة صيدا لن تنسى المكرمات اللي قدمتوها للمدينة. طبعا نحن عندنا حديقة باسم الشيخ زايد، وهذا شرف لنا ان نكون كمان البلحة هاي او النخلة هي في قلب بلدية مدينة صيدا. بدوره اثنى الشامس على الجهود والانجازات التي يقوم بها المجلس البلدي على الصعيد كافة، ومن صيدا الى الرملة البيضاء، حيث غرس الشامس ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب ورئيس المجلس البلدي لبيروت جمال عيتاني شجرة نخيل في إحدى الجادات الرئيسية في المنطقة. شبيب أشاد بالعلاقات التاريخية بين لبنان والإمارات. زراعة شجرة النخل الإماراتية في بيروت هي عمق التجذر العلاقة بين البلدين الشقيقين. وسيلة التعبير عن هذا التجذر والعمق هي هذه الشجرة المباركة. من جهته أكد الشامسي أن رسالة الإمارات زرع المحبة والسلام في لبنان. ورسالتنا نحن نزرع الحب ونزرع السلام ونزرع الاستقرار لهذا البلد. نحن ضد التطرف وضد الإرهاب وضد العنصرية وضد كل من يحاول يسيء لهذا البلد. هذا البلد بلد سلام، بلد محبة، بلد استقرار. واليوم لبنان إن شاء الله في ظل الظروف الحالية وتتحسن هذه الظروف بوجود حكومة ورئيس جمهورية ورئيس مجلس نواب منتخب ورئيس ورجالات لبنان، أتوقع أن الأمور بتكون للأحسن. ويعد هذان النشاطان في إطار الحملة التي أطلقها الشامسي لغرس 500 شجرة نخيل تم استيرادها من الإمارات، وتشمل 21 بلدية في مختلف المناطق الساحلية اللبنانية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة آفاق من لبنان وبالتنسيق مع كلية الزراعة في جامعة الروح القدس الكاثوليك. وتتابعونا في هذه النشرة بعد الفاصل. الفنان جميل راتب إلى مثواه الأخير. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. قالت وسائل إعلام النظام السوري أن رئيس النظام بشار الأسد أرسل برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضحايا حادث سقوط الطائرة الروسية بالقرب من اللاذقية. إلى ذلك أعلنت هيئة التحقيق الروسية فتح تحقيق جنائي للكشف عن ملابسات تحطم الطائرة الروسية في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل سوريا. كما أكد الكرملين أنه تتوفر لدى وزارة الدفاع معلومات كاملة ودقيقة عن كل التحقيقات في مكان وزمان تحطم الطائرة. أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بجروح مختلفة جراء إطلاق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين السلميين شرقية دير البلح بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة. وأفاد ناشطون أن مجموعة من المواطنين احتشدوا عصر الأربعاء في مخيم العودة للمشاركة بفعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، لكن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاههم. شيع عدد محدود من الفنانين جثمان الفنان الراحل جميل راتب في جامع الأزهر، والذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما. ويعد جميل راتب واحد من علامات السينما والمسرح في مصر، وبدأت مسيرته الفنية الرسمية بمشاركته في فيلم أنا الشرق عام 46، وشارك في أعمال سينمائية ومسرحية عالمية وفرنسية عديدة، أبرزها المشاركة المميزة في فيلم لورانس العرب بجانب النجم المصري الراحل عمر الشريف. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وأنا برأيي أنه كل الأفرقاء السياسيين يروقوا ونحكي بهدوء كل شيء من حل. الرئيس الحريري يتمنى أن تسود الأجواء الإيجابية بين الأفرقاء من أجل تسهيل ولادة الحكومة. كيف نستفز أهل الضحايا؟ كيف نستفز كل اللبنانيين؟ تصاعد موجة الشجب والاستنكار رفضا لتسمية شارع في الغبيري باسم مصطفى بدر الدين. الخارجية الأمريكية: إيران الراعي الأكبر للإرهاب في العالم وتهديدها امتد من البحرين إلى اليمن ولبنان.
وبهذا نأتي إلى ختام النشرة. إلى اللقاء.